بداية الشتاء شفنا ثلوج والحين قاعد نشوف أمطار، فخلنا يتغير، عجبنا الحمد لله اللي يجيب رب العالمين زين. التغيرات المناخية قمنا نلاحظ أنها تتغير بشكل كبير من السنة اللي طافت لوقتنا الحالي، والشيء اللي كنا متعودين نشوفه أيام قبل ما قمنا نشوفه بنفس الصورة بزمننا الحالي. برأيكم شنو الأسباب اللي قاعدة تؤدي إلى تغير المناخ؟ شنو تعرف عن تغير المناخ؟ اللي أعرف عن تغير المناخ من دراستنا من أيام المدارس المتوسط والثانوي، إنه مع مرور الزمن بحكم عوامل التعرية والعوامل المناخية وحتى يعني العوامل اللي موجودة على أرضنا أرض الواقع من العوادم السيارات والأمور هذه تأثر على المناخ بشكل أو بآخر. تغير المناخ إنه حاليا البرد قام يدخل أبطأ من قبل، قبل كان يدخل أسرع، وهم بعد إذا تلاحظ إن البرد ينزل كثرة. تغير المناخ طال عمرك اللي هو تغير الجو من بارد إلى حار، أو بسبب الاحتباس الحراري اللي صار بالكرة الأرضية خصوصا بالفترة الأخيرة. قبل كان موسم الشتاء مثلا يبدأ مبكر وايد، يعني أذكر قبل كان شهر 10 يدش علينا البرد، اليوم ليه شهر 12 مثلا يتأخر البرد. أيام قبل كنا نحصل الفقع بس الحين ما حصلنا البرد، لما يدش علينا الحين مو نفس قبل، قام يدش علينا ثلوج وبردي وزيادة عن قبل. إيش هذي أوروبا ارتفاع درجات الحرارة، حتى يعني عندهم بالصيف البحيرات جفت بأوروبا، وعندنا يعني هني درجة حرارة 50 يشرب شاي برا وعادي الوضع طبيعي. والله نشوف إن الشتاء يعني بدأ يتأخر، ولاحظ حتى إنه في أماكن جاها بردي بشكل مو طبيعي، يعني ما لاحظناها السنة اللي طافت. الدول اللي برا اللي طقس عندهم 30 قاموا يموتون. بالضبط اللي هو الاحتباس الحراري، هذه ما يعني ما نختلف عليها اثنين، وللأسف احنا البشر بطريقة أو بأخرى قاعد نساهم ان هذا الشيء يصير. تقدر تقول المصانع وعوادم السيارات اللي هي الكربون اللي يطلع من السيارة وكثرة الكثافة السكانية من أحد أسبابها طامرة المصانع والبنيان والتلوث البيئي ومصانع الدخان. قرأت شوية عن الاحتباس الحراري، يعني قد يكون هذا أحد أسباب تغير المناخ. كلنا احنا البشر تحديدا احنا المسؤولين طبعا بإرادة رب العالمين، ولكن ربي يسبب الأسباب، واحنا الأسباب اللي قاعد تساهم في تغير المناخ، فحافظوا على البيئة. توقع أكثر شيء على المواطنين يدخلون سجاير وشيشة وكله دخان، الجو كله دخان. يعني مسؤولية تنقسم على الحكومات وعلى الناس، لأن السيارات لها تأثير، المصانع لها تأثير، يعني كل الأمور هذه يعني ينقسم المسؤولية على الحكومة والشعب نفسه. أيه؟ المواطن يضر المناخ، يضر الطقس، عزكم الله الزباية اللي قطها، هذا كله يضر الجو، يضر الطقس. سمعنا آراء المواطنين وعرفنا الأسباب اللي تؤدي إلى تغير المناخ، ولكن إذا بنتكلم اليوم عن الحلول، المسؤولية تقع علي وعليك، حاول تبلش وتبادر من نفسك، وصدقوني راح نلاقي حل حق تغير المناخ.